عبد الرحمن دوب جديد بالرياض، امزح خلاص. عبد الرحمن موظف جديد بالرياض وقرر انه يعزم اصحابه اللي جايين من جدة اليوم على ايش؟ على مطعم سمك، لكنه ورطان وين راح يعزمهم. عشان كذا قرر يتصل على السامي ابو داحم لانه خبره بمطاعم الرياض. ابو داحم كيف الحال؟ الحمد لله بخير، ايش تبي الدب؟ اقول لك والله العيال جايين من جده وابي مطعم سمك يكون على ذوقك. شوف مطاعم سمك كثير بس الحين ما لك الا مشغول. على مسؤوليتك. توكل على الله. اجل وجه على هناك. والله هو المطعم صراحه يبشر بالخير، بس والله ايش اخوي قاعد اختار مطاعم، اقول لك هاي مطاعم الله يستر، بس ان شاء الله انه كويس. اسلم يعني انك تعرفه من زمان. هلا مولا محمد، هلا عبي، كيف حالك؟ سمك يا واد. وش المطعم هذا؟ سمك بالرياض. الريحه تبشر بالخير. عندهم بحر مالك. شكله اقول لك اتورطنا زي المره اللي فاتت. ورب الكعبه شيء فاخر بالاخر. بشير بشير بشير. يلا شو تفضلوا. شوف برياني لحم، برياني دجاج. دقيقه ايش في؟ برياني سمك. في برياني سمك والله يمزح. اول مره اسمع فيها. عارف برياني دجاج، برياني بطاطا، برياني سمك. في برياني سمك، برياني ربيان، مقلب ذا شكله. اسمع انا بيني وبينك احس انه لذيذ، اي شيء غريب لذيذ. حلو. كم شخص نحن؟ 4 8 10 4 8 اعطينا احلى وليمه حق 10 اشخاص من جده. فكر الجمبري. هلا والله يا الله. كيف الامور؟ ها وش طلبتوا؟ لا زبطناكم والله. سنعناكم. اقول لك بالله شغل على الحال. اسمع برياني سمك عنده. والله احس بقله ما ادري، بس اخلي عبد الرحمن وربك لكن ما يطلع كويس ترى حرميك مع الطاقه عنده. والله هو اللي دخل ولا اتكلم عن الاشياء هذه. وصل لك وصل. هلا والله هلا والله هلا والله هلا والله. اقول لك انا قاعد اشوف اشياء غريبه، صوصات غريبه. افرش يا قمر، دخلني على الثقيل يا وحش. الناس تشرب مويه عشان تسد نفسها، انا اشرب مويه عشان اكل كثير. عجيب مره جيد. ايش هذا؟ برياني ولد. قرب ابصور. اي والله اقول لك اول مره اشوف زي كذا سمك. والله اول مره صراحه. لا شيء غريب صراحه. فك 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 كلنا بالله، فك كلنا ابو داحه. بسم الله. البرياني سمك مو من جد يا ابوي. الخبز اوب 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 اوب, أوب, أوب. صراحه انا والله لازم هو ده. والله لازم اكل ورق عنب يا جماعه. شغل علي عال، دخلني على الثقيل يا قمر. لا 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 تفتح لنا. الله اوه الله. والله شغل طيب يا جماعه. والله يعرف يختار مطاعم يا عيال. صب لي يقول صب لي. اوه صب لي والله لا في شيء. صب صب. ايش بكركديه؟ كركديه. الله يعينك. صب صب. اديني. رحت النادي انت اليوم؟ اسكت اسكت اسكت. ترى بطلنا خلاص بعد الاكل ذا. الله بالله بدي اشوف. شوف سبايسي بالحيل يعني. والله جيد قديم. عبد الرحمن خبره. عبد الرحمن خبره بالمطعم. الرز ما فيه له زيت من جد. والله الرز مره ناشف. شغل جيد. عالي والله يعني. والله شغل ما شاء الله. الله يا جماعه والله شغل عال العال. هو ده يا قمر المطلوب. والله هو ده هو ده يا قمر المطلوب. صراحه اهنيهم يمين بالله كذا. انا دحين جاي. شوف عبد الرحمن والله ما شاء الله تبارك الله، الرز مزبوط ومحبوك. السمك صراحه جربت السلمون شيء خرافي. عدنان خرافي. ايش رايك؟ مو قادر يتكلم يا راجل. بالله ايش رايك؟ والله صراحه بيض وجهي. والله هو يا عيال ولا اختراح جولك طيب. خشمك عز الله يعزك. خشمك بلوتوث. عبد الرحمن عندك صوت عام في الصحن؟ قرصني قرصني. أبا قاعد تصور له كمان؟ ايوه عافي. المهم يا جماعه والله العظيم صراحه اشكر عبد الرحمن اللي رشح لي هالمكان. مطعم فاخر للاخر، سمك رز دجاج كله شغال وشغل على كيفك. عبد الرحمن بس دقيقه، ابا اخذ هذا معي سفر.